مكملين معكم مشاهدينا بمحطاتنا الصباحية بين الثالث من كانون الأول اليوم العالمي لذوي الإعاقة والخامس من كانون الأول اليوم العالمي للتطوع. تتجسد ملامح عمل إنساني برسالة مجتمعية بتهدف دمج ذوي الهمم بسوق العمل وكافة النواحي الاجتماعية عبر مبادرة شهيق زفير اللي بتستمر بتقديم جديدة. وللحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع معنا مؤسس مبادرة شهيق زفير الأستاذ منتصر كيالي. يسعد صباحك أستاذ منتصر. صباح الخير. يسعد صباحك استاذ منتصر. صباح الخير يا استاذ اشرف. صباح الخير مازن. كيفكم؟ طمنونا عنكم بدايه، كيف اهالينا بحلب؟ نحن كله تمام، سائين كيفكم بحلب؟ اهلا وسهلا. دائما نحن متعودين على على شغلكم على الارض وعلى شهيق زفير، هي عم تقدم مبادرات جدا حلوه. اليوم خلينا هيك نحكي عن مبادرتكم اللي باتجاه فئه محدده من الاطفال. هلا بالبدايه يوم التطوع العالمي جدا مهم، نحن مستمرين بالموضوع. التطوع عطاء، خلينا نسميه عطاء وبدون مقابل، يعني اكيد نحن مقدمين حالنا لكثير امور لكثير فروع نوعا ما، وهي كان بدايتنا نحن خلينا نحكي بالبدايه صغيره، كنا بلشنا نحن بالكورونا الاربع سنوات والحمد لله تشافى كثير ناس من عنا. كنا مستمرين، قدمنا روحنا، قدمنا خدماتنا لجميع المواطنين، لجميع الناس، والحمد لله خلصنا من القصه هي، وكانت النتيجه كانت ايجابيه وكان سناء كثير مهم. من اتجاه المنشا الثاني خلينا نقول هو موضوع التفاتنا نحو ذوي الهمم اللي هن بيعطونا دوما الدعم والثقه، بيعطونا الحب. مشاريعنا احنا كثيره، خلينا نقول احنا مشاريعنا تنمويه، تطوير مهاراتهم، تطوير الثقه عند الاطفال او الشبيبه هي اللي موجودين هن، ادخالهم سوق العمل حقيقي. ما بدنا احنا نعمل ندخلهم بسوق عمل موقف حقيقي، لا بده يكون حقيقي، ونحن نفذنا الشيء على الواقع من خلال كثير فعاليات وكثير قصص. انتم موجودين ما تواجدين معنا انتم نحن. غايب نحن تفضلي. تفضل. دائما كانت هاي المبادرات هدفها الكبير دمج هاي الفئة من الأطفال بسوق العمل. خلينا نحكي اليوم عن مسارات العمل التطوعي بشهيق زفير عبر الزمن وتطوراته. هلا مسالاته هي بصراحه بيني وبينك متعدده جدا جدا. كنا فريق احنا تقريبا شيء خمس اشخاص، كنا تقريبا شيء 25 شخص. انا ما بتصور الحجم اللي موجود للشبيبه او الفئه اللي هم موجودين معنا متطوعين. هن حابين يشتغلوا معنا، هن حابين يطولوا العمل، حابين دوما انه يكون لهم افكار جيده ايجابيه. طبعا معنا مهندسين، معنا مهندسات، معنا اطباء، معنا محامين، معنا فئه كثير متطوره وعنده قدرات رائعه، معنا ناس خريجين تربيه الى اخره. فهن حابين يزرعوا شيء معين، يعملوا شيء ايجابي بهذا الموضوع بشغلنا نحن نوعا ما. فاكيد ننجح نحن معهم، لان هن اكيد طولونا عملنا وطولونا كثير قصص معنا نحن. تمام. نعم استاذ، خلينا هيك نروح للمشاريع القادمه والاهداف المخططات. ونحن هلا عم نودع 2023، بدنا نعايدكم اكيد ونعايد كل حدا بالمشروع شهيق زفير، وبدنا نقول لكم اكيد بدايه السنه الجديده دائما بتحمل احلام وبتحمل اهداف جديده، خبرنا اكثر. هلا في اخبار كثير حلوه ايجابيه بين وبينك، كثير هي لها دور ايجابي. خلينا نقول احنا حكينا سابقا بموضوع رسم شوارع مدينه حلب، رسم عشوائي مدينة حلب، يمكن أول مرة هذا الشيء بتنفذ بسوريا تقريبا. هي عبارة عن رح يكون فريق أسد مؤلف من 25 طفل أو شاب، خلينا نقول نحن بالإضافة إلى فريق الهندسي الموجود عندنا. طبعا رح يكون فريق سكيورتي وإلى آخره. رح نزرع البسمة والضحكة، أو خلينا نزرع الابتسامة الحلوة والفن الصحيح مضبوط على شوارع مدينة حلب، من خلال تفيده في صور عن عمالقه امثال راح صباح فخري، صبري مدلل، او نزل مرمز للشهيد ضحى حاله بدم الوطن، او اي شخصيات ثقافيه، او حتى نرسم نحن اطفال ذوي الهمم هن نفسهم عم بيرسموا على الحيطان. يعني تصوري طفل ماشي بالشارع عم بشوف حاله هو صورته موجوده على الحيط. شو رح يكون هذا الموضوع له دور ايجابي بين رح يكون انتفذ المشروع لمده تقريبا 15 يوم. رح يكون على اربع قطاعات،
موجودين الفريق الهندسي الاضافي الشبيبه الموجوده معنا مع الحراسه مع الى اخره، حيكونوا موجودين على هالمنطقه هي. بتوقع حيكون له دور ايجابي كثير كثير، حتى لو صراحه بيني وبينك انا شفت اصداء كثير ايجابيه تواصلوا معي فنانين كبار ما راح اذكر اساميهم، قالوا لي فعلا المشروع كثير حلو بيرمز لشيء اسمه فن صحيح، فن مضبوط. انا عم بعمل هذا الدمج، عم بعمل الدمج بين الاطفال وبين مثلا شخصيات ثانيه عالميه عشان يخلوا بهن يحسوا حالهم انه فعلا هن قادرين يعملوا شيء. هذا هي واحد، نحن الثاني شيء اللي نعمله حاليا هو حاليا نحن دخلناهم سوق المطاعم. سوق المطاعم كثير مهم ان هم يشتغلوا يخدموا الزباين يكونوا مثل اشخاص طبيعيين صحيحين، يقدموا شيء للمجتمع بطريقه ايجابيه، يحسوا حالهم هن من جواتهم ان عندهم ادراك، عندهم امكانيات افضل او على الواقع. لاحكي لك شغله، هن جوز ما طريقه النطق عندهم اياها شوي صعبه، بدها شوي تصحيح، بس هن من جواتهم ادراك رهيبه جدا جدا. يعني خلينا على سبيل المثال وقت حاطين مثلا جو مسرحي او جو طلبي او الى اخره، بطلع من جواته شغلات هائله. حتى اشتغلنا من فتره قصيره، نحن هلا عم نطور الموضوع تطوير عمل مسرحي لننشئ طريق مسرحي لهم عشان يكونوا هن لهم دور بخيال الظل. يعني كمان هذا الموضوع كمان له دور ايجابي طبعا بالتعاون مع الفعاليات الثانيه، حيكون لهم دور مهم بهذا الموضوع بالذات. أكيد بنتشكر جهودكم اليوم أستاذ منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير وكل الأعضاء المشاركين بهي المبادرة على الجهود اللي عم بتقوموها وخصوصا تجاه هدول الأطفال. شكرا لك. اللي كلمة صغيرة بس لأول ما بقول أنا اتفضل. شكر الفريق التطوعي اللي هو اللي كان موجود معي واللي زرع البسمة وزرع الأمور كثيرة، لولا هو موجود فريق التطوعي معي أكيد أنا ما كنت نجحت. شكرا لك. أكيد ونحن بنتشكرهم كمان. شكرا لك أستاذة منتصر كيالي، تحياتنا لكم وتحياتنا لكل أهلنا بحلب وأيضا لكل فريق شهيق زفير، نتمنى لكم كل التوفيق أكيد.